هذا وأكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد عبد العزيز محمد الأشراف خلال لقاء له في برنامج بكم نعود. أكد أن الوزارة تقوم بدورها الرقابي والإشرافي على المحال التجارية لتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية، خاصة تلك المعنية في مواجهة فيروس كورونا. طبعا ما في شك ان احنا مع كل تطورات تحصل في يعني من وضع اشتراطات في يعني القطاع التجاري من فريق البحرين، ما في شك ان الاداره يعني تحاول انها تطبق جميع الاشتراطات باللي هي حسب ما هي مطلوبه منهم على كافه المحلات التجاريه، ومثل ما اشاروا الاخوان في التقرير ان عندنا شقين، شق اللي هو رقابي وشق اللي هو ارشادي وتوعوي حق اصحاب المحلات واصحاب الرواد هذه المحلات التجاريه. وحقيقه يمكن قد يكون يواجهنا بعض الاشتراطات اللي ما تتوافق مع بعض المحلات وعدم الادراك والمعرفه في تطبيقها، فيتم الفريق بارشاد هذه المحلات والحرص انه يكون يعني ننفذ تعليمات الفريق البحرين الوطني على أكمل وجه وحسب ما هو حطوها من اشتراطات، واللي هي تحمي جميع الفئات سواء كان التجار أم كانوا مرتادين المحلات التجارية. ولله الحمد ما قاعدين نشوف يعني تجاوزات جسيمة وكبيرة في هذا الجانب، ولا نقدر نقول إن يعني أقلقنا أو أخذنا من الإجراءات القوية تجاه أي محلات من التجارية. اللهم أن شيء بسيط، إذا تكلم يمكن غادي يكون في الألف، يمكن نتكلم عن 7 محلات اللي تم معاقبتها خلال الفترة اللي مضت في خلال 4 أيام 5 أيام من تطبيق الاشتراطات الجديدة. نسبة بسيطة، وهذه دليل على أن في وعي وفي يعني استحسان من التعاون من التجار التجاري رغم المعاناة اللي عانوها في الفترة الأخيرة، والكل يعني حس بهذا الأمر سواء كانوا من مواطنين أو من أصحاب القطاع التجاري.